مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج اسأل القانون. اليوم موضوعنا موضوع خاص في مشاريع الشباب، موضوع خاص في الملكية الفكرية، موضوع خاص في توجه الدولة لدعم مشاريع الشباب. طبعا مثل ما احنا عارفين اليوم الدولة ساهمت في صندوق كبير خاص لدعم مشاريع الشباب، لكن في هذه الأثناء الجريمة كذلك متواجدة، فعندنا جرائم التغليد موجودة والمشرع في الكويت نظر لها ونظر حق أهمية هذا النوع من الجرائم، فلذلك تصدى لها بعدة قوانين. من القوانين خلينا نقول اللي هي قوانين فورية اللي فيها تدخل فوري من جهاز حماية المنافسة لأي انتهاكات الملكية الفكرية، فلذلك اليوم المشرع في الكويت وضع قوانين صارمة لمواجهة هذا النوع من الجرائم، وخاصة قانون جهاز حماية المنافسة اللي أصبح فيه عقوبة فورية مباشرة، بحيث أن الدورة المستندية اللي تكون في المحاكم والأوقات اللي نقول في نظر هذه الدعوة والمدد أصبحت اليوم في جهاز محصور لمراقبة هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات أو التدابير الفورية. مساكم الله بالخير. مسي عليك بالخير. حياكم الله، الساعة المباركة. احنا اسعد. ما ادري يعني هذا الموضوع اليوم مثل ما يقولون اليوم يعانون منه الشباب والبنات، خاصة اللي مشاريعهم الحين قائمة وقاعد يتعبون. هي غير ان هي جريمة، يعني عاقب عليها القانون، هي جريمة اخلاقية. انت اليوم لما تخترق افكار غيرك وتنسبها لنفسك، ويعني شيء يعني لا علاقة بالأخلاق. المفروض أن في قيم، في مبادئ، أنا أحترم غيري، أحترم أن غيري عنده أفكار، عنده إبداعات، المفروض أن أنا ما أبوق هذه الإبداعات وأنسبها لنفسي. وهذا اللي إحنا للأسف قاعد نشوفه قاعد يصير وايد، أن فئة كبيرة من الشباب قاعد يلجؤون لمشاريع صغيرة نفس ما تكلمت عنها، وقاعد يحاولون أنهم يبتكرون أشياء، ونشوف ناس ثانية تي وتقرصن على هذه الإبداعات مالتهم وتنسبها لنفسها. عشان كذي كان لازم يكون في قانون يحمي هذا النوع من الجرائم. وهو قانون بعد حقوق الملكية الفكرية مو بس خاص بالكتب أو المؤلفات، أيضا إذا أنت كنت مصور، إذا كنت مثلا نصوص مسرحية، علامة تجارية، الماركة، الماركة نفسها. الحين لما نشوف احنا تقليد الماركات، إذا تلاحظ مثلا أكاونتات انستغرام، خصوصا انستغرام، عندهم حرب ضد الحسابات اللي تبيع الـ مثلا الماركات من مجوهرات أو من جناط أو غيره، تسكر الحساب، تسكر على طول، لأن أنت مخالف للحماية الفكرية. أيضا حتى إن الأغاني لما تستخدم أغنية وما تنسبها حق الشخص أو تنسبها حق المغني نفسه، أيضا يتم إزالة البوست من الانستغرام. يعني وايد انستغرام يعني مشدد بموضوع تقليد العلامة التجارية والبضاعة وغيرها. الناس يمكن لأن عندهم جهل بالقانون هذا، عبالهم أن الانستغرام عادي، إذا أنا خذيت من أكاونت منو بيدري؟ فلا، في قانون حتى يجرم هذه التصرفات حتى لو كانت عن طريق الانستغرام. القانون 75 لسنة 2019 جرم هذا الفعل بعقوبات ما تقل عن 6 شهور وما تزيد عن 2 سنين، وغرامات ما تقل عن 500 دينار وما تتجاوز 50,000 دينار. انت الحين لو تبي تتألف كتاب وتبي تقتبس منه فقرة معينة من احد الكتب الثانية، ما يمنع، بس حط في هذا الكتاب ان انت اقتبست من هذا الشخص. نفس ما نشوف في بعض الكتب يكتبون مقوله او حكمه لاحد الفلاسفه ويكتبون سقراط، هذا ممكن انت تسويه وتحمي نفسك، لكن انك انت تلغي وجود شخص ثاني ابتكر او طلع بهذه الفكره، لا طبعا هذا يعتبر جريمه. اي، القانون شلون فصل الجريمه من عدمها، ان اذا انت تبي تاخذ مثلا مثل ما قلتي مثلا نص او كلمه او اي عباره، اذا كان الهدف تعليمي، إذا أنت ماخذ النصوص هذه استخدمتيها لهدف تعليمي، هني ما في إجرام. ولكن إذا استخدمتيها للمردود المادي، هني عندنا إحنا صار في فيصل بين الجريمة وعدمها. يعني ما يبخر عن الناس، أنت تقدر تستخدم مؤلفات غيرك، تقدر تستخدم كلام، شعر، أقوال وغيره، إذا ما كنت قاعد تستفيد ماديا. صحيح. بس مجرد الامتداد، امتداد جريمة التغليد اليوم وصلت لوين؟ في بحوث صارت عن منظمة الانتربول، وخلال هذه البحوث لبعض القضايا وصلوا حق حقائق، لقوا أن اليوم بعض الخلايا الإرهابية كونوا فلوسهم عن طريق تجارة التقليد.
فتلقين يبدون هم يشغلون مصانع صغيرة تقلد الماركات وبفلوس هذه خلينا نقول أو المبالغ المتحصلة من هذه الجريمة يتم ضخها في تجارة الأسلحة وتجارة المخدرات. فاليوم أبعاد جريمة التقليد قاعد توصل لجرائم غسل الأموال، جرائم الإرهاب، بل اليوم على المستوى الاقتصادي في الكويت اليوم جرائم التقليد قاعد تضرب اقتصاد البلد. ليش؟ اليوم قاعد نشوف وايد أفكار شبابية سواء محلات هدوم أو بعض التصاميم أو بعض الحرف. اليوم بدأوا شباب الكويت قاعد يصدرون هذه البضائع للخارج، فمعناته أن اليوم إحنا بدأ الكاش قاعد يدخل عندنا من الخارج. فاليوم هذه النظرة اللي المستقبلية إحنا بيها الكويت، اليوم مو بس نفط، في تنوع بالاقتصاد، لكن لما يجون ويقلدون أفكار الشباب ويبخسون في حق الملكية الفكرية وبثمن بخس بسيط لأنه ما تعبوا ولا كان في مجهود، وينضرب ويتم التقليد من خارج الدولة زين ويتم بثه، فردينا عودنا العملية، صارت المبالغ اللي كنا قاعد نحصلها من برا ونقوي اقتصاد البلد صارت تقلد من برا وتدخل البلد، والفلوس اللي مفروض تطل في البلد قاعد تطلع برا. فامتداد جريمة التقليد اليوم جريمة ما هي طبيعية صراحة، يعني لازم تكون لها مواجهة صارمة. اليوم مشاريع الكويتي سباق جماعة، قانون حماية المنافسة يعني ما فيها جلسات من الجهاز نفسه يطلع يخالف يشمع يوقف النشاط لمدة سنة يصيق غرامة 100,000. مجلس الأمة اللي طلعته بعد اللي هو أمر على عريضة بخلال تقدم طلب إذا صار معك هالموقف، وتقدر أنك تقدم طلب لقاضي الأمور الوقتية وخلال 24 ساعة ممكن أنه يصدر لك حكم وبإيقاف هذا الشخص. إذا كان مثلا متجر قاعد يقلد مثلا بضاعتك تقدر أنك تقدم ما يثبت، وخلال 24 ساعة يتم إغلاق هذا المكان ومصادرة الأشياء لصدور الحكم النهائي. والله شوفوا يعني اليوم هي المسألة مسألة توعية، يعني شيء جميل. أنا كنت بالسينما لقيت إعلان حق جهاز حماية المنافسة قاعد يوعي جميع الناس ترى إحنا موجودين في حال صار في انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو تجار غير مشروع ضد مشروعكم، تعالوا بلغوا إحنا ناخذ حقكم. فهذا شيء طيب صراحة، وودنا الوعي هذا يزيد، لأن أمانة موضوع التقليد خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي انتشر وايد وبعدين قاعد يستهدف الاقتصاد الوطني. هذا مرهق جدا حق الصندوق. أنا لما يجون لي الشباب وأعطيهم هالقروض هذه علشان أبي أنمي طاقات الشبابية والتجارة الكويتية، وآخر شيء كل هالبضائع خلينا نقول تقلد، أنا قرضي كدولة اللي عطيتها حق الشباب عشان أدعمهم فيه هذا كله خسارة. نعم. لأن هذيل اللي قاعد يقلدون المبالغ المقلدة أكيد هم قاعد يصنعون برا الكويت. يعني طالب بالتغليظ لأن أصبح الحين مال عام. أي المفروض. يعني شوفوا شون جريمة التغليظ اليوم مست كذلك المال العام. بالضبط. وأنت يعني قاعد تبخس حق الشباب اللي هو قاعد يبنيها حبة حبة من بالكويت بالأيدي العاملة الموجودة بالكويت، غير لما أنت تكون مثلا تاجر وعندك إمكانيات تجيب آلاف مؤلفة من البضائع هذه اللي مثلا التاجر الكويتي قاعد يصنعها يدوي قطعة قطعتين ثلاث. فيعني هذا مبخس حق الدولة وحق شبابنا يعني. صحيح. نطلع فاصل ونرد لكم مرة ثانية نكمل كلام في هذا الموضوع. لطرح أسئلتكم واستفساراتكم حول القضايا الخاصة بكم شاركونا على هاشتاغ اسأل القانون بمنصات التواصل الاجتماعي، وسيتم الرد على أسئلتكم خلال حلقاتنا اليومية في برنامج اسأل القانون مع المحامي محمد الجاسم والمحامية مريم المؤمن والمحامية مي الكندري. ورجعنا لكم عقب الفاصل، كنا قاعدين نسولف عن حماية الملكية الفكرية والعلامة التجارية. في سالفة أو قضية مرت علي كانت من القضايا حزتها، يعني خذت حتى مساحة إعلامية. كان في شخص سوى تجربة على أحد الوجبات الغذائية، المطاعم الوجبات السريعة، فسوى تجربة والتجربة كانت لها يعني خلينا نقول جوانب سلبية على المطعم نفسه. المطعم رفع قضية على الشخص هذا، الشخص طلع براءة. بناء على شنو؟ المحكمة شنو قالت؟ قالت هذا الشخص ما استخدم العلامة التجارية أو قلد أو استخدم العلامة التجارية بالأصول المخالفة للقانون،
لأنه هو استخدم العلامة التجارية لهدف تعليمي لتجربة صحية أو غذائية، ما استخدم العلامة التجارية الخاصة بالمطعم إنه هو يزيد من مدخوله أو إنه استخدمها إنه هو باع. ما كان عنده سوء نية أبداً، ما كان للإضرار بالمكان. فطلع براءة من القصد، مو موجود عدم توافر القصد الجنائي بلا شك. كان حكم المحكمة جداً جميل يعني. بس هذا يمكن يترك تأثير من خلينا نقول ناحية المبيعات بعض. هو تأثير سلبي، أنت لما تقول مثلا هذا المطعم فيه مثلا مواد حافظة وايد أو مو صحي، بس في ناس تحب الوجبة هذه تحبها خلاص يعني. أكيد بلا شك. اليوم أنت عندك علامة تجارية وتبي تحفظ حقك من أنه يتم تقليد هذه العلامة التجارية، ضروري أنك أنت تتجه لوزارة التجارة وتعرض عليهم هذه العلامة التجارية، وهم خلال أسبوعين يعتمدون هذه العلامة التجارية ويتم نشر هذه العلامة في الجريدة الرسمية، ومن بعد ما يتم إعلانها بمدة 45 يوم كمدة قانونية يتم إصدار فيها شهادة باسم الشخص أن هذه العلامة التجارية تنتمي لي، ومن ثم هو يقدر أنه ينشرها في الأسواق والجمارك عشان في المستقبل إذا صار معاه شيء يكون عنده تسجيلات بأن هذه العلامة التجارية تخصه، يقدر يرجع على الأشخاص اللي تعدى على ملكيته. كذلك اليوم عندنا الموقع الرسمي حق المكتبة الوطنية في الدولة كذلك لحماية المصنفات، إذا كانت هناك أي أفكار أو أي رسومات أو مصنفات ممكن الدخول أونلاين عن طريق المكتبة الوطنية ورفع هذه الصور توثيق يعني ملكية هذا الإبداع أو هذا التصميم. لكن بشكل عام اليوم القانون يعني هذه الأمور اجتهادات من الدولة حطتها، لكن اليوم في حال وقوع هذه الجريمة القانون ما اشترط يعني توثيقها عند الجهات المختصة، بس هذا كنوع من الحماية. لكن عائق أو خلينا نقول عبء الإثبات راح يكون على الشخص نفسه، فلذلك اليوم نلقى أغلب المصممين دائما أول مكان نشر اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي، فلذلك اليوم رسالتنا لهم مجرد ما تنشر كابتشر واحتفظ بالمكان لا تمسح، أساس أنت باليوم اللي سويت فيه البوست في تاريخ وفي الوقت، فلذلك هني أنت سجلت تاريخ ملكيتك لهذا العمل. في حال باكر أي أحد قام في تقليد هذا الأمر، مجرد أنك تقدم شكوى ويسألونك عن ما هو دليلك أن هذا الشيء ملكك أو هذا الشيء لك، فعندك الحساب موجود فيه التاريخ وفيه الوقت. اليوم البرامج التواصل الاجتماعي يعني أيضا ساعدت في إثبات الجريمة. نعم. خلينا نقول موضوع العلامة التجارية والملكية الفكرية موضوع جدا متشعب وكبير، أعتقد نحتاج حلقة ثانية اليوم نكتفي بهاللي قلنا من المعلومات علشان ما نكون إن شاء الله ثقال على المشاهدين. ملخص الموضوع اليوم محتاجين الكل يشارك في حال شاف هذه الجريمة، الكل يمتنع عن شراء أي شيء مقلد دعما للمنتجات الأصلية ودعما للمال العام مثل ما قلنا. يعطيكم العافية، كان هذا موضوعنا لهذا اليوم وإن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة.